الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند أي باب؟ ذكرنا ولئن نعم فلما أتاهما صالحا. الآية أول الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها. السكون إخواننا إما سكون شهوة أو سكون مودة ورحمة، سكون شهوة وسكون مودة ورحمة. سكون الشهوة ما يمكن الشهوة أن تنطفئ إلا فيما أحل الله. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها إجامعها. يقول هذا فيه أن نصوص الكتاب والسنة كناية عما يستقبح ذكره. لن تجد نص واحد في كتاب أو سنة ذكر ما يستقبح ذكره، وهذا رد على من يأتي بالقصص يقول فلان التقى بفلان وصنع بها كذا ووصفها على كذا، هذا ما يصح. لأنه قد يكون يعني بعض الناس في صورة إنكار المنكر هو يدعو للمنكر، ولهذا يقول من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له. يعني هذا اللي أصنع بعض من يأتي بالقصص ويتكلم بكلام، وهذا الكلام يثير الشهوة عند السامعين، وقد يكون هذا السامع يقع في معصية بسبب الواعظ. هذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا قال عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا أي في شأن النساء، خلق الإنسان ضعيفا أي في شأن النساء، لأن الإنسان إذا ذكر له هذا الباب باب النساء ما استطاع أنه يتحمل. ولهذا قال بعض السلف قال جنبوا مجالسنا ذكر شهوة الفرج وشهوة الفم، يعني ما تكلم طالب علم ما تكلم في هذا الباب باب نساء، يغلق هذا الباب. يقول أن الإنسان إذا ذكر له طعام اشتهاه واتاقت إليه نفسه، فكيف بمن يأتي من باب الوعظ ويذكر لك النساء وكذا وكذا وكذا؟ قد تثور الشهوة ولا تجد تطفع الشهوة إلا في معصية من السبب الأول في صورة الوعظ. تسمع بعض الناس يعني مثلا يأتيك إنسان من دولة من الدول يقول يا أخي أعوذ بالله عندنا في يوم كذا في منطقة كذا يصنع كذا وكذا وكذا، فهذا يقول أعوذ بالله وهو في نفسه يقول جزاك الله خير. عرفنا الموعد صحيح والله. أو بعض الناس يقول اسمع تعرف هذا الخبث أن صلى الله عليه وسلم كيف يصنع الخمر؟ قال كيف؟ قال اسمع تجيب كذا وتضع كذا وكذا صار خمر. قال الله يبارك فيك صحيح. قال تبغى تعرف كيف يكون السحر؟ قال كيف؟ وانت تعرف انه بعض الناس يعني صنع اشياء وحضر الجن ولكن بعد هذا ما عرف كيف يصرفهم صح؟ بسبب كلمات. في قنوات الان تعلم هذا، فما بالك الآن يعني هذه الفتنة، فتنة النساء، أن يرسل لك يعني يقول مثلا في وقت كذا في احتفال كذا وفي وقت كذا احتفال كذا وفي وقت كذا احتفال كذا والتذاكر من كذا والتذاكر من كذا، فهذا إشكال. في صورة الوعظ الآن يعني بعض القصاص يذكر لك أن فلان التقى بفلانة وفلانة على وصف كذا وكذا 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 وكذا،
فهل هل هذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة؟ لا رضوان الله عليهم. فاش تصنع؟ تصنع إذا لعب بك الشيطان يعني تقرأ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، تدعو ولا تصرف عني كيدهن، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، تزور القبور، صح؟ نعم، تتعاطى هذه الأسباب الشرعية. طيب، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا أي في أول الحمل، فلما أثقلت أي في آخر الحمل، دعوا الله ربهما، جمع بين الربوبية والألوهية، لئن آتيتنا صالحا في الخلقة وفي الخلق لنكونن من الشاكرين. هذا هو الشاهد، أن الإنسان دائما يتمنى، قل يا رب يسر لي طلب العلم وتنظر ماذا أصنع، يسر لي الذهاب إلى السعودية وتنظر ماذا أصنع، يسر لي زوجة صالحة وتنظر ماذا أصنع. صحيح، دائما إنسان يتمنى قبل، وإذا حصل المطلوب انظر ماذا حدث، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذا كالنذر ووعد. فلما آتاهما صالحا حصل المطلوب، كان لأصل أن يقوم بماذا؟ بالشكر، لأن وعد في الأول. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، قالوا أن اللي جاء بهذا الولد الولي الفلاني شرك أكبر، أضاف سلامة الولد إلى الأطباء وقال والله كاد الولد يموت وأنقذ الطبيب، طبيب حاذق، شرك أصغر، يقدم محبة الولد على محبة الله، فتعالى الله عما قال يشركون، أي هذا في بني آدم عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى معنا التسمي بعبد المطلب، هل يصح أن نعبد الأولاد لغير الله؟ لا. لو قال لك قائل يصح التسمي بعبد المطلب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب، نقول أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص محكمة بينة وما يصح التعبيد إلا لله. يقول هذا الحديث، تقول هذا الحديث أنا ما أعرفه، لكن أنا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منك تتبع المتشابه وتترك المحكم. يا أخي عبد الأولاد لمن؟ لله، وأنا عبد ولدي للمطلب، صح؟ وانتهى الأمر، وقلنا هذا القاعدة دائما معك. الرد المفصل تقول النبي صلى الله عليه وسلم عرف بهذا، وهذا أمر انتهى، ما يستطيع يغير النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام الآن في باب الإنشاء الجديد تسمي إنسان. ثم الآن عبد المطلب هو في الحقيقة اسمه شيبة الحمد، شيبة الحمد أخذوا إلى أخواله حتى يرضى، أخذ المطلب أخذ هذا شيبة الحمد إلى أخواله وجعله هناك يرضى، على ما هي عادة قريش أن يجعل الأولاد يرضعوا في خارج مكة. شاب كبر هذا شيبة الحمد، فجاء المطلب إلى المدينة وأردف خلفه شيبة الحمد، عندما وصل إلى مكة تغير لون شيبة الحمد، تغير إلى السمرة، شيء من السمرة، فرآه الناس، والناس ما يعرفوا هذا، ما يعرفوا الولد، فقالوا من هذا؟ قال هذا عبد. قالوا عبد لمن؟ قال عبد للمطلب، فألصق به هذا لقب، وهنا العبودية عبودية رق، مفهوم؟ أي نعم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم هل سمى أحد من الصحابة بعبد المطلب أو أقر بهذه التسمية؟ ثم أن الولد الآن لابد أن تختار له اسم، اسم حسن، هل تعبد لله أو لغير الله؟ طيب، بعده باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله تقديمه من حق التأخير، لله لا لغيره، الأسماء من السمو من السمة،
السمة الإنسان يرتفع باسمه سمو، والسمة العلامة. ما الذي يفرق بينه وبين الشيخ أبو سلطان؟ الاسم. طيب الحسنى البالغة، في الحسن أكمله، فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسأل، تقدم معنا. ذروا اتركوا، يلحدون يشركون ويدخلون فيها ما ليس منها. نعم. قال باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله، إذا ماذا نقول؟ أمانة السلام، التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات كل تحية لله، والصلوات الفريضة والنافلة والدعاء، صحيح؟ لله، تحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات الله طيب ولا أقبل إلا طيبا. جاءتني رسالة قبل أيام، اسمع شيء، يقول عندما تقول التحيات، التحيات هذا طائر في الجنة، عندما تقول التحيات يطير وينزل على شجرة اسمها الصلوات، والصلوات تصنع، يا رجل، وهذه الفائدة لابد أن تنشرها. نشر تويتر. سبحان الله. المهم، إذا كان الصحابة قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله، إذا ماذا نقول؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم. لماذا لا يقال السلام على الله؟ لأن الله هو السلام، ولأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، ولا يدعى للشيء بالسلامة إلا وهو قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. ولهذا نقول اللهم صلي وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وندعو الله أن يسلم لنا النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص. نعم. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني إن شئت، يعني تعليق الدعاء. تعليق الدعاء هذا كأنه الداعي مستغني عن الله، يقول أنا غير مهتم، إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، أو كأن هذا الأمر عظيم على الله، والله لا يتعظم شيء أعطاه، أو كأن لله مكره، فماذا تصنع؟ تستثني في الدعاء؟ لا. إذن جاء النهي عن استثناء في الدعاء، إيش تقول؟ اللهم اغفر لي، تعزم المسألة، تقول اللهم اغفر لي، ارحمني، الله يهديك، ما تقول الله يهديك إن شاء الله، مفهوم؟ أي نعم. إذن جاء النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي. لا يقول يعني النهي عن قول عبدي وأمتي، لأنه هذا فيه أولا إذلال للعبد، وفيه تعدي على جانب الربوبية. فماذا تقول؟ تقول فتايا وفتاتي وغلامي وهكذا، وسيدي ومولاي. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله، لأن الآن السائل إذا سألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله تجيب هذا السائل، إلا إذا كان فيه ضرر على المجيب أو إعانة على منكر. يعني جاء واحد للشيخ وقال أسألك بالله البطاقة الشخصية، بطاقتك الشخصية أو جواز السفر، يقول ما أستطيع، أنا أعظم الله نعم، لكن هذا فيه ضرر، ضرر علي. أو يأتيه إنسان وقال أسألك بالله 5 ريالات، ليش؟ قال والله مصدع، أبغى أشتري سيجارة، يعطيه؟ لا، هذا إعانة على منكر. نعم. إذن
إذا أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، لا يسألون الناس إلحافا، السؤال المسألة محرمة ومكروهة. إذا سألك إنسان بالله الأصل أن تجيب هذا السائل إلا إذا كان في ضرر أو إعانة على منكر. نعم، ذكر الباب، هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن السائل سألك بعظيم، وتعظيم الله سبحانه وتعالى هو التوحيد، من سألكم بالله فأعطوه. طيب، ومن دعاكم قال فأجيبوه. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن إجابة الدعوة مستحبة، إلا دعوة العرس فهي واجبة، لكن واجبة أخواننا بشروط ستة، شروط ستة حتى تكون واجبة. الأول ألا يكون الداعي ممن يجب أو يسن هجره، ألا يكون في مكان الدعوة منكر، إلا إذا أمكن تغيير المنكر تجيب من أجل إجابة الدعوة تغيير المنكر، أن يكون الداعي مسلم لأن حق المسلم على المسلم ست، ألا يكون كسب الداعي كله محرم، إذا كان كسبه محرم ما تجيب، وإذا كان كسبه مختلط بعضه حلال بعضه حرام تجيب لا أشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، واليهود أكثر الناس أكلا للربا. الخامس ألا تتضمن إجابة الدعوة إضاعة ما هو أوجب منها، يعني الآن دعونا الشيخ صالح للعرس العشاء الساعة 12 في الليل، وحتى تأكل تشرب الشاه الأخضر وترجع إلى البيت الساعة 2 ما تصلي الفجر، فمن أجل إجابة الدعوة تضيع الفجر، لا، إضاعة أو ما هو أوجب منها، صح؟ أو والسادس ألا تتضمن إجابة الدعوة ضرر على المجيب، يعني الآن يدعون الشيخ للعرس وين؟ في وين ايش؟ المهم في حائل، في سفر ومفارقة أهل وكذا، فهذه الشروط الستة إذا تحققت تكون إجابة الدعوة واجبة، دعوة العرس وغيرها مستحبة. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا. إخوان هؤلاء الأئمة، يعني عندنا هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صنع علينا معروف، والواجب أنه كافئه، المكافأة أن ندعو له، قال فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. فالمكافأة الحقيقية إخواننا للعلماء، بعض الطلاب قد يكون سبب في إفساد نية المعلم، صحيح، فالواجب أننا نجعل العلماء يعني يتعلق بالله، يعني لا يكون شيء في أمور الدنيا وفي أمور كذا. فالحقوق كما ذكرنا بالأمس متبادلة بين المعلم والطالب، فالواجب أننا نجعل يعني العلماء يعني لا يتعلقوا بالدنيا. أنا أذكر لكم أمثلة، يعني بعض الشباب هدانا الله إياه يعني يحدث أشياء أو يصنع أشياء، وبهذا يكون هو سبب في إفساد نية المعلم، يعني يقبل الرأس، يأتي الثاني يقول والله أنا أريد حتى يكون عندي حظ أكثر عند الشيخ وقبل اليد، بعد هذا أصبح سجدة صغرى ينحني، كما يعني يصنع هؤلاء المتصوفة وغيرهم. بعض الأمور التي يعني ما تليق أن طالب العلم أن يصنعها مع المعلم وكذا، فالمحبة الحقيقية هي أن تأخذ العلم بحقه ثم تؤديه تذب عنه في ظاهر الغيب، وهذا هو. نعم، عندما ذكر السؤال بالله ناسب أن يذكر السؤال بوجه الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي غاية المطالب، يعني تقول تسأل الله سبحانه وتعالى بوجه أثاثا جميلا، لا، تسأل الجنة أو ما يؤدي إلى الجنة، اللهم إني أعوذ بوجهك من النار، يصح؟ يصح، لأن هذا يؤدي إلى الجنة. نعم، قال باب ما جاء في لو، باب ما جاء في اللو، يعني استعمال لو، استعملت لو ستة
طيب استعملت لو أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع، واستعمال في اعتراض على القدر، واستعمال في التحسر والندم، واستعمال لو في الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب. هذه أربع استعمالات الآن محرمة. استعمال لو في اعتراض على الشرع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالخروج إلى أحد وحصل ما حصل من الهزيمة، فقال أهل النفاق ماذا قال؟ قال لو كان لنا من الأمر شيء. إذن هذا اعتراض على ماذا؟ على تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محرم. اعتراض على القضاء القدر، هذا الأخ يريد الخروج فيقول له هذا لا تخرج، يخرج يحصل الحادث، يقول لو سمعت كلامي، فهذا يقول يا أخي هذا أمر كتب الله عليه، هذا اعتراض على القضاء القدر. هنا استعمال لو في الاعتراض على القضاء القدر. طيب لو أطاعونا ما قتلوا. الثالث فتح باب التحسر والندم، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لما يصح تقول هذا، تقول ماذا؟ قدر الله، أو قدر الله وما شاء فعل، لأن هنا لو تفتح عمل الشيطان. الرابع أن تستعمل لو في الاحتجاج بالقضاء القدر على المعائب، وهذا ذكرناه بالأمس. بعض الناس يشرب خمر، نسأل الله عليه السلام، يا أخي لماذا تشرب الخمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، إنما أشرب بقضاء الله، لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. فهذا إيش تصنع به؟ تضربه حتى يغمى عليه، وأفاق تقول لو شاء الله ما ضربت. أي نعم. طيب الاستعمال الخامس أن تستعمل لو في التمني، فهي بحسب المتمنى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يتمنى خير فلو خير، يتمنى الشر فلو شر. السادس أن تستعمل لو في الخبر المحض، قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، خبر محض يصح. نعم. باب النهي عن سب الريح. النهي عن سب الريح تقدم معنا في النهي عن سب الدهر، الشرك أكبر ومحرم وسفه نقص في العقل وخبر محض. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. نعم. الظن بالله ينقسم إلى قسمين، أن يظن بالله خيرا، وهذا ظن المؤمن الموحد، وأن يظن بالله غير ذلك، وهذا نسأل الله العافية والسلامة ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. الآن الناس في هذا الباب قسمين، يظن بالله خيرا ويظن بالله غير ذلك. يظن بالله خيرا فيما يختص بنفسه وفيما يختص بغيره أو في هذا الكون، وهذا الباب ترى خطير جدا. وأن بعض الناس يقول ابن القيم رحمه الله، يقول البعض يعني عنده سوء ظن بربه. عليكم السلام ورحمة الله. فيقول ما يتجاسر أن يتكلم بلسانه، لكن يقول نفسه التي بين جنبيه تشهد عليه من هذا، من ظنه بربه ظن السوء. يقول ابن القيم يقول هذا، يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحق، ولماذا فلان له زوجة وأولاد ومال وسيارات وكذا وأنا ليس لي شيء، وأنا والله أحق. هذا فيما يختص بنفسه أو فيما يختص بغيره، بالأمس ذكرنا لكم يقول مسكين ما تستاهل، قطعت قلبي، ليس لي شيء من الأمر، والله لو كان باليد حيلة لصنعت لك كذا وكذا. أو البعض يقول والله لو الأمر إلي أجعل فلان هو الخليفة. أو في هذا الكون يقول يعني وجود الحر في هذه الأيام سفح، وجود البرد كذا، وكان الأصل أنه تكون الخفجي على هذه الطريقة وجوه على كذا. العلاج دائما العلماء رحمه الله يذكر المرض والعلاج. العلاج الأول دراسة التوحيد، لأنه بدراسة التوحيد تعظم الله وتحسن الظن في الله، وتعلم أن الله ما يقدر سبحانه وتعالى شيء في هذا الكون إلا
لحكمة ومصلحة، حكيم رحيم عزيز عليم سميع بصير. تدرس باب الأسماء والصفات خاصة، دراسة التوحيد وتدرس باب الأسماء والصفات، ثم تعتني عناية خاصة بهذا الباب، تتوب إلى الله وتستغفر دائما، تظن بالله خيرا، تظن بنفسك السوء. أي نعم، هذا العلاج. يقول وظن ابن القيم رحمه الله، يقول وظن بنفسك السوء تجدها، ظن بنفسك السوء تجدها، يقول كذاك، يعني تمشي على الصراط المستقيم، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، تمشي على الصراط المستقيم، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل، تقول والله ما في خير، وقل يا نفس، تقول وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيلي؟ ترجو الخير من ميت بخيل؟ لا، وكل ما بها من تقوى وصلاح واستقامة وهداية فترك مواهب الرب الجليل. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، تقول ما فيها خير وأنا مذنب مقصر، أي نعم كذا 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 مجرم، تقول والله كل ما بي من تقوى وصلاح واستقامة وهداية هذه من الله، وكل شيء مني ومن تقصيري. يقول هذه الطريقة الصحيحة. نعم. قال باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر، يعني أن الذي ينكر القضاء والقدر فهو كافر كفر أكبر، نسأل الله العافية والسلام. نعم. باب ما جاء في منكر القدر، إخواننا في هنا في الحديث أنه جاء إلى أحد الصحابة وقال في نفسي شيء من القضاء والقدر. لماذا؟ شبهة واحدة، سمع هذه الشبهة ووقعت في قلبه، قال في نفسي شيء، أنكر القضاء والقدر؟ لا، لكن بدأت الشبهة تأتيه، فإيش صنع؟ وهذا مهم جدا عند طالب العلم، مجرد تأتيك شبهة قلنا لا تستمع للشبهة، استمعت والحصل حصل، إيش تصنع؟ ماذا صنع هنا؟ ذهب إلى كبار الصحابة، قال في نفسي شيء من القضاء والقدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهب عني. العالم هنا ماذا صنع؟ العلماء ما حدثوا بشيء من عندهم، ذكروا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشبه تزال بماذا؟ كتاب السنة. إذن في خطر السماع للشبه، وأن الشبه إذا وقعت لابد من سؤال كبار العلماء، وفي طريقة العلماء في إزالة الشبهة حيث أسند الكلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم ترى في إزالة الشبهة. نعم. أحد الحدوث صلى المساجد. ها طيب، إذا بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم.